مشاهدينا متابعينا هنا في ملعب حمادي العقربي برادس ومتابعة لمباراة النادي الافريقي وهلال مساكن اكيد الاطار ضمن النهائي من مسابقة كأس تونس لكرة القدم. 13 دقيقة 20 ثانية في المباراة، التعادل 0-0 بين الافريقي وفريق هلال مساكن. تشكيلة الفريقين انتظار اكيد لاعب من جانب الهلال ملقى عرضية الميدان ان شاء الله سلامات. نحكيو على تشكيلة الفريقين بالنسبة للافريقي. في حراسة المرمى اليوم نور الدين الفرحاتي، رامي البدوي، اسكندر العبيدي، نادر الغندري، دمطاوس، احمد خليل، لاري العزوني، مهدي الوذرفي، زهير الذوادي قائد فريق، علي العمري وحمدي العبيدي. بالنسبة لتشكيلة فريق الهلال، صفوان الهداجي في المرمى، ايهاب عبيد، بولبيب المخلوفي، اسامة الزرقا، سليمة القاسمي، سامح العشي، عماد البعيلي، بالقاسم المهذبي، حسام المخينيني، يوسف السعفي قائد فريق، وسيف قتيب. طاقم تحكيم المباراة هو ايمن النصري بمساعدة شهاب الطرابلسي وعزيز الشيباني، وحكم رابع هو وليد الهذلي. كرة في مناطق الجزاء للافريقي، اخذ الكرة نور الدين الفرحاتي. تغييرات عديدة في تشكيلة الافريقي بالمقارنة مع مباراة الدور 16. هذه فرصة خطيرة للافريقي، علي العمري يعمل الصعيب، يعمل الكنترول، يبقى محافظ على الكرة، يوزع، تلمس في مدافع الهلال والركنية، ركنية للافريقي. كرة كانت طويلة للاعب علي العمري، عمل الكنترول، يدور بالكرة وفي الأخير يتحصل على الركنية. قلنا تغييرات عديدة في تشكيلة المدرب سعيد السيبي بالمقارنة مع مواجهة مكرم المهدية وسط الأسبوع في إطار الدورة 16 من مسابقة الكاس. الكرة مرفوعة في دفاع الهلال بالراس، ياخذ الكرة الحارس صفوان الهداجي، ياخذ كرة بسهولة حارس الفريق الهلال. قلنا التغييرات على مستوى حراسة المرمى، معز حسن اليوم على دكة البدلاء كيف كيف، وسام بن يحيى في وسط الميدان، ومحمد علي العمري، هذوما الثلاثي اللي كانوا لعبوا مباراة الماضية قدام فريق مكارم المهدية مقابل عودة نادر الغندري كأساسي. اليوم شكون نلقاو في المباراة هو لاري العزوني منذ البداية في التشكيل الأساسي. هنا الفرصة لفريق الهلال، تضرب في مدافع الافريقي والتماس، تماس لفريق الهلال في مناطق الافريقي. جماهير قليلة العدد في المدرجات من جانب احباء الافريقي. هنا كرة فرصة لفريق الهلال قبل ما تخرج، والتماس مرة اخرى لفريق الهلال. ضغط في الدقائق الماضية على دفاع النادي الافريقي، والتماس من الجهة اليمنى، بولبيب المخلوفي موجود في المتابعة، ادم الطاوس يتحصل على التماس، تماس للافريقي في مناطقه في التنفيذ، نفس اللاعب ادم الطاوس. كرة لحمدي العبيدي، غيابات عديدة في تشكيلة الافريقي في مباراة اليوم على غرار مباراة المكارم، منها التأديبية ومنها اكيد قانون الاجانب، الافريقي اللي محروم من لاعبيها الاجانب. نحكيه على الثلاثي بالعمري وبالحسيني، الاجانب الشريفي توفيق المدافع، نزيدوهم الثلاثي اللي يلعب مع المنتخب الوطني للاواسط، ادم قرب، يوسف سنانه، وياسين الدريدي الى جانب امادو سابو. هنا الكرة في دفاع الهلال، ياخذ الكرة علي العمري كيف كيف اليوم كأساسي في المباراة بعد ما كان شارك كاحتياطي في مباراة المكارم، وكانك عطاء إضافة كبرى لخط الهجوم للأفريقي مع نهاية المباراة. 3-3 النتيجة النهائية، ثنائية الأفريقي هدف الثاني والثالث كان تسجلوا في 90+1+3، واليوم المواجهة لفريق الهلال المرة الثانية على التوالي يلقى روحه في الدور ثمن النهائي بعد ما كان أقصى الموسم الماضي. فريق الترجي بركلات الترجيح
على أرضية ميدانه اليوم، يحاول يحدث المفاجأة. نعرف فريق الهلال يلعب في الرابطة الثانية لكرة القدم، التماس من الجهة اليمنى لفريق الهلال في التنفيذ المخلوفي كالعادة. فريق الهلال في الرابطة الثانية في آخر 5 مباريات معرفش تعمل انتصار، 4 هزائم وتعادل وحيد. موجود في المركز السابع، كرة والهجوم الافريقي والتدخل والمخالفة، ومعهم الانذار لمدافع الهلال رقم 3 هو بولباب المخلوفي. الانذار الاول لفريق الهلال في الدقيقة 19. ان شاء الله سلامات للاعب الافريقي وملقى على ارضية الميدان لتلقي الاسعافات. واسكندر العبيدي كظهير ايمن، وعودة نادر الغندري اليوم غياب كذلك غازي عبد الرزاق. قلنا غيابات عديدة للافريقي في المباراة متتالية لنسق المباريات سواء في نسق البطولة او في الكأس. نادر الغندري يرجع لي رامي البدوي، زوير الذوادي في الانطلاق يوصل اسكندر العبيدي. اسكندر يحاول يدخل يوزع الكرة في مناطق الجزاء بالراس، التدخل الدفاعي موجود، ايهاب عبيد يحط الكرة في التماس، تماس للافريقي لاريا العزوني يحافظ على الكرة. العزوني يرجع لنادر الغندري، الغندري بدل كليا نتيجة اللعب للجهة اليمنى. زوير الذوادي ما توصلوش الكرة، أسبق المدافع يخرج الكرة في التماس، تماس الأفريقي في مناطق الهلال. واسكندر العبيدي يطلب علي العمري لكن توصل زوير الذوادي، تمشي للدفاع يتدخل في مرة أولى، ثم نادر الغندري موجود. العودة الدفاعية، كرة للأفريقي مراوغة ممتازة من ادم الطاوس، يبدل الجهة اليسرى حمدي العبيدي يحاول يدخل مناطق الهلال، والتمريرة مخطئة بعيدة على لاريا العزوني، والكرة عند الحارس صفوان الهداجي باش يرجع الكرة للعب. قلنا فريق الهلال يسعى لبلوغ الدور المتقدم الربع النهائي، وإحداث المفاجأة هنا في ملعب حمادي العقربي برادس في مقابل الإفريقي. لمرة أخرى يلقى روحه على أرضية ميدانه يستقبل منافسيه على بعد خطوة من الدور الربع النهائي والمتأهل من مباراة اليوم باش يواجه إما البعث الرياضي بوحجلة أو الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة. خطيرة الكرة، التوزيعة بالرأس علي العمري، زوير الذوادي يتألق الحارس مرة أولى ورفع الراية في مرة ثانية، يتألق الحارس صفوان الهديش ينقذ الكرة الأخيرة، وفي مرة ثانية رفع الراية. قدامنا الصورة والإعادة، التوزيع ثم مهدي الوذرفي، وتألق الحارس صفوان الهديشي، يبقى ملقى على أرضية الميدان. إن شاء الله السلامات لحارس الهلال في توقيت 22 دقيقة في المباراة في الشوط الأول. التعادل 0-0 متواصل بين الأفريقي وفريق الهلال. يتوجه الحكم أيمن النصري لحارس الهلال بعد الكرة الأخيرة، التألق كان قدام كرة مهدي الوذرفي، طلب الحارس أنه يقوم أكيد، وعدم تدخل الإطار الطبي في اللقطة الأخيرة حسب أكيد تقدير الحكم، ويقوم لباس صفوان الهداجي في تنفيذ المخالفة في دفاع الهلال. رفع الراية كان من الحكم المساعد الأول شهاب الترابلسي. كرة عالية في دفاع الأفريقي بالرأس،
رامي البدوي، كرة في وسط الميدان، سامح العشي يوصل الكرة ليوسف السعفي، السعفي تضرب الكرة في ادم الطاوس او حمدي العبيدي، والتماس لفريق الهلال في منطقة الافريقي من الجهة اليمنى. سليم القاسمي حاول يلعب الكرة مع حسام المخليني، سحب هدف التأهل في الدور الماضي. هنا الكرة علي العمري، ممتاز، يتجاوز مدافع الهلال، يحاول يدخل منطقة الجزاء. علي العمري والتدخل الدفاعي في آخر لحظة، ما لقاش المساندة. علي العمري يحاول يدخل بمفرده في وسط دفاع الهلال، تبقى الكرة الافريقي، ممتازة الكرة للاريا العزوني في التوزيع، العزوني بالراس وزهير، هدف الاول، زهير الذوادي افتتح النتيجة للنادي الافريقي في 24 دقيقة لعب. ممتاز العمل كان من الجهة اليسرى للاريا العزوني، التوزيع كرة في طبق من الجهة اليسرى، قلنا قدامنا للصورة والإعادة في التوزيع. لاريا العزوني تتجاوز الكرة، حمدي وعلي العمري ثم زهير الثوادي يحط الكرة في الشباك وإغالت الحارس صفوان الهداجي، يعطي الأسبقية للإفريقي. مرة أخرى قدامنا للصورة والإعادة، ممتاز، جميل برشا، هدف زهير الذوادي على الطائر في منطقة الجزاء، إغالة الحارس صفوان الهداجي، يعطي أولى أهداف المباراة. كرة للأفريقي، عمل كان متميز من الجهة اليسرى لألاريا العزوني. الكرة أكيد لفريق الهلال باش يحاول يخرج من مناطقه من أجل العودة في المباراة. كرة في اتجاه دفاع الأفريقي، اسكندر العبيدي يغطي على كورته، وستة أمتار لفريق النادي الأفريقي. هدف أول في المباراة ومعطى أول. الأفريقي يتقدم في النتيجة. علي العمري وقف مشى المخالفة حسب إشارة الحكم أيمن النصري. الهجوم لفريق الهلال، التغطية من أحمد خليل دون هفوة، يعطي الحكم مسبقية اللعب. كورة لاريا العزوني ليدم الطاوس، يطلب حمدي العبيدي، خير يلعب مع مهدي الوذرفي، يرجع للاريا العزوني لأحمد خليل في وسط الميدان لرامي البدوي، يطلب زهير الذوادي توصل له الكره، سحب الهدف الوحيد الى حد الان. زهير الذوادي مره اخرى، الانطلاقه المره هذه من الجهه اليمنى لزهير الذوادي، وتدخل الدفاع يخرج الكره في التماس، تماس الضغط يتواصل من جانب الافريقي في هذه المباراه بعد الهدف المسجل في 25 دقيقه. واسكندر العبيدي في التنفيذ لمهدي الوذرفي بالقدم، ممتازة التمريرة لعلي العمري بالراس، التدخل من الحارس، لكن قبل ذلك الهفوة المرتكبة حسب شارة الحكم أيمن النصري من مهاجم الأفريقي. قدمنا للصورة في التحذير علي العمري ثم لحمدي العبيدي، والحكم يصفر المخالفة في دفاع الهلال. الحارس صفوان الهداجي في التنفيذ، الكرة لهاب عبيد تدرج بالكرة في الدفاع فريق الهلال، الضغط في وسط الميدان من لاعبي الافريقي، كرة توصل لسامح العشي لحسام المخينيني، والتماس للافريقي حسب شارة المساعد الثاني عزيز الشيباني، التماس يتنفذ من ادم الطاوس لنادر الخندري لرامي البدوي، والانطلاقه انطلاقه الهجمه من دفاع الافريقي احمد خليل لنادر الغندري، الغندري من الجهه اليسرى يطلب ادم الطاوس، توصل والكوره يعمل الكنترول ثم الكوره في الاخير تماس، رفع الكوره بالمدافع لكن تتجاوز الخط، تماس يرجع لفريق الهلال من الجهه اليمنى. احمد خليل يغطي على كورته، والتماس يرجع للافريقي، مهدي الوذرفي لنادر الغندري
ثم رمي البدوي. اسكندر عبيدي يطلب الكرة من الجهة اليمنى تصل بالفعل العبيدي لاريا العزوني. خلي الكرة للزوير الثوادي قبل ما تخرج. أتدخل من المدافع في مرة أولى تبقى في دفاع الهلال. إبعاد الخطر يسقط مهاجم الهلال والحكم يصفر المخالفة. مخالفة في وسط الميدان. احتجاج سعيد السيبي على حافة الميدان بعد المخالفة الأخيرة قدرها الحكم أيمن النصري لمهاجم الهلال. مخالفة في وسط الميدان. 29 دقيقة في الشوط الأول. تقدم للأفريقي واحد بلاش. هدف زوير الذوادي في 25 دقيقة أولى. هنا الكرة من الجهة اليسرى. التوزيع خطير. الكرة في دفاع الأفريقي تضرب المدافع تمشي سهلة عند الحارس الفرحاتي. قلنا اليوم يلقى روحه كأساسي في التشكيلة. ومعز حسن على دكة البدلاء. كرة لرامي البدوي. البدوي يطلب اسكندر العبيدي. خير يلعب مع مهدي الوذرفي في وسط الميدان. الضغط موجود من مهاجمي فريق الهلال. يرجع لرمي البدوي طويلة الكرة لعلي العمري. ممتازة التمريرة. اسكندر العبيدي حاول يدخل منطقة فريق الهلال. مراوغة أولى اسكندر العبيدي لعلي العمري تقطع له الكرة. مهاجم الافريقي والهجوم المعاكس لفريق الهلال خطيرة من الجهة اليسرى. العودة الدفاعية خطيرة في دفاع الافريقي. ممتاز رمي البدوي لكن قبل ذلك رفع الراية موجود من المساعد الثاني. تنفذ المخالفة بسرعة. كرة في وسط الميدان للاريا العزوني. العزوني لحمدي العبيدي يدخل في منطقة الهلال يعمل المراوغة وتمريرة مخطئة من مهدي الوذرفي والهجوم المعاكس خطير لفريق الهلال. ثم العودة الدفاعية بالقاسم المهذبي ينتظر زملائه. الكرة في وسط الميدان ليوسف السعفي قائد الفريق والتصويبة. تصويبة محاولة لفريق الهلال سهلة في دين الحارس نور الدين الفرحاتي. الافريقي اكيد باش يحاول يضيف الهدف الثاني ويتمنى اكثر على نتيجة المباراة. ما يخليش روحه كما السيناريو اللي صار في مباراة المكارم وسجل الثنائية في الوقت البديل. في المقابل فريق الهلال ما عنده ما يخسر اكيد قادر على العودة واكيد حاول ما يخليش المساحات في دفاع الافريقي. يلزم التوازن بالنسبة لفريق الهلال والافريقي كذلك. يلعب بريحية كبيرة ومتحكم في سير المباراة. الكرة في وسط الميدان نادر الغندري. الغندري لمهدي الوذرفي. يصل احمد خليل مرفوع على الكرة لعلي العمري توصل والكرة يعمل الكنترول. التحذير لحمدي العبيدي لكن موجود الدفاع. عمل ممتاز في من علي العمري في دفاع فريق الهلال في اكثر من كرة. هنا التدخل من لاريا العزوني مقطوعة تبقى للإفريقي. أحمد خليل يرتكب العفو لكن الحكم يعتز بقية اللعب. الهجوم يرجع لفريق الإفريقي لحمدي العبيدي يسقط ما فماش المخالفة حسب شارة الحكم. والهجوم المعاكس لفريق الهلال من الجهة اليمنى يحاول يدخل منطقة الجزاء. موجود نادر الغندري قدام يوسف السعفي وترجع الكرة للإفريقي ويسقط نادر الغندري على أرضية الميدان. يتوجه له الحكم أيمن النصري بعد التدخل الأخير على مدافع الإفريقي في حوار مع مهاجم فريق الهلال في اللقطة الأخيرة. أكيد يتوقف اللعب. اسعاف لاعب الافريقي المدافع نادر الغندري بعد ما غاب على المباريات الاخيره. كاد قريب من خوض تجربه احترافيه في الميركاتو الحالي الميركاتو الشتوي. لكن هيئه الافريقي رفضت العروض المقدمه لنادر الغندري. ذكروا ينتهي العقد نتاعو
شهر جوان المقبل. وهنا نادر الغندري باش يخرج يواصل تلقي الاسعافات خارج ارضيه الميدان. زوز مواجهات سابقه بين الافريقي وفريق الهلال تاريخيا وفي مناسبه وفي مسابقه الكاس من المفارقات. المباراه الثالثه بين الفريقين في اطار نفس الدور هو الدور ثمن النهائي موسم 2015-2016 والموسم اللي يليه 2016-2017. والكلمه كانت الافريقي في زوز مباريات في 6 فيفري 2016 2 بلاش الافريقي اهداف الشنيحي والمنياوي، و 2016-2017 بالتحديد 14 ديسمبر 3-1 للافريقي اهداف منصور بن عثمان ابراهيم الشنيحي ووجدي عتيق لاعب الهلال في ضد مرميه. في المقابل عبد الكريم الشاطي كان سجل الهدف الوحيد في المباراه لفريق الهلال انذاك. هنا الاطار هو بيدو يعني ثمن النهائي وملعب برادس هو مسرح المباراة ملعب حماد ديال العقربي. وتقدم الى حدود 34 دقيقة في الشوط الاول واحد بلاش للافريقي قدام الهلال. كرة في وسط الميدان للمهاجم حسام المخينيني يبقى محافظ على كورته. بولباب المخلوفي مقطوعة من اسكندر العبيدي لمهدي الوذر في مرة أخرى. اسكندر العبيدي رفع الكرة يبقى محافظ على كورته ويجي في المساندة علي العمري ثم الزوير الذوادي لكن ترجع لفريق الهلال. كرة في وسط الميدان يوسف السعفي قائد الفريق يرجع لسليم القاسمي بدوره للحارس الصفوان الهداجي كما جاتي خرج الكرة في التماس. حارس الهلال يتنفذ بسرعة يدم الطاوس لأحمد خليل. كرة في وسط الميدان لمهدي الوذرفي ثم رمي البدوي في دائرة خط وسط الميدان. زوير الذوادي رجع لمهدي الوذرفي كما جات رمي البدوي بدل الجهة اليسرى ونادر الغندري للحارس نور الدين الفرحاتي. وانطلاقة الهجمة الافريقي من الجهة اليسرى ونادر الغندري يدخل وسط المحور. الكرة لعلي العمري خطيرة كرة الافريقي من الجهة اليسرى رفع على راية رفع على راية من الحكم المساعد. هدف جميل لكن هدف أبيض هدف أبيض رفع على راية كان من الحكم المساعد. والكرة من الجهة اليسرى قلنا رفع على راية الصورة ما كانتش واضحة برشا للأمانة الحكم عليها. هنا الهجوم المعاكس لفريق الهلال مرفوع الكرة في مناطق الجزاء خطيرة الكرة التصويب تضرب في نادر الغندري والركنية لفريق الهلال. رد الهلال سريع بعد الهدف الأبيض المسجل من جانب الأفريقي. التصويب الأخيرة تلمس الكرة في نادر الغندري والركنية على يسار الحارس نور الدين الفرحاتي. ركنية قبل 8 دقائق من نهاية الشوط الأول والهلال يحاول يرجع في المباراة ويعدل النتيجة. الكرة أرضية في مناطق الجزاء التدخل موجود من زوير الذوادي. الكرة ضايعة على فريق الهلال تمشي لإسكندر العبيدي. إسكندر العبيدي طول الكرة لحمدي العبيدي موجود المدافع فريق الهلال في الوقت المناسب. التدخل من علي العمري المخالف لكن الحكم يعطي أسبقية اللعب. كرة في وسط الميدان ثم يرجع للمخالفة المرتكبة أيمن النصري وغضب كبير من بنك بودلاء الأفريقي ومدربه سعيد السيبي في اللقطة الأخيرة. والعفو اللي كانت مرتكبة من علي العمري مهاجم الأفريقي يقوم لباس لاعب فريق الهلال. بولباب المخلوفي والمخالفة الحوار متواصل أيمن النصري ومدرب الأفريقي سعيد السيبي. المخالفة في دفاع الهلال بولبيبة المخلوفي في التنفيذ يخلي الكرة
لأسامة الزرق في تنفيذ المخالفة، مرفوعة الكرة من سليم الجاسمي، تدخل بولبيبا المخلوفي ثم إبعاد الكرة من لاريا العزوني في اتجاه حمدي العبيدي، لكن أسبق المدافع خرج الكرة في التماس، تماس وزوز ملعبية من جانب فريق الهلال على أرضية الميدان. المهاجم حسام المخينيني في وسط الميدان، بالباب المخلوف يقوم لباس، ويبقى مهاجم الهلال ملقى على أرضية الميدان قبل 6 دقائق من نهاية الفترة الأولى. هدف دون مقابل الأفريقي في هذا الشوط، 25 دقيقة، أحمل توقيع زوير الذوادي. كرة في دفاع الهلال في انتظار اكيد اللاعب يتلقى الاسعافات خارج ارضية الميدان، ان شاء الله سلامات. حسام الخليني كرة باش ترجع للنادي الافريقي والتماس من الجهة اليسرى، التنفيذ لنادر الغندري ولاريا العزوني، كرة في وسط الميدان لاريا العزوني لياسين وعلي العمري، علي العمري مقطوعة من السيف قطيب، الكرة ترجع وتبقى للإفريقي، توصل لإسكندر العبيدي، الكنترول موجود مع زوير الثوادي، شو يعمل إسكندر العبيدي، يرجع لأحمد خليل، كرة تقصيرة، الإفريقي يتحكم في سير المباراة في انتظار عودة مهاجم فريق الهلال. الكرة في وسط الميدان أحمد خليل ونادر الغندري، الغندري يطلب أدم الطاوس، يخير التريث، يلعب مع لاريا العزوني، الضغط من لاعب فريق الهلال، الكرة ترجع للإفريقي، زوير الذوادي مقطوع على كرة، والهجوم المعاكس في وسط الميدان، السعفي يتدخل، السعفي مع زوير الذوادي، المخالفة يعطيها الحكم إيمان النصري للإفريقي، منفذة بسرعة على كرة، يهدم الطاوس لأحمد خليل، والبحث المتواصل للإفريقي عن هدف ثاني، أحمد خليل لنادر الغندري، كل لاعبي فريق الهلال في مناطقهم، كرة طويلة لإسكندر العبيد، يعمل الكنترول يسقط، يحافظ على كرته إسكندر العبيد، يسقط مرة أخرى، والمرة هذه يتحصل على المخالفة، وسط غضب كبير من بنك بودلي فريق الهلال بعد المخالفة الأخيرة اللي أعلن عليها الحكم أيمن النصري، غضب المدرب محمد البريري. كرة ومخالفة للإفريقي في مناطق الهلال، وإسكندر العبيدي في التنفيذ، إسكندر العبيدي ظهير أيمن الإفريقي، يلعب مع زوير الذوادي، مقطوعة الكرة، يرجع مرة أخرى زوير الذوادي، لكن يرتكب الهفوة، يرتكب الهفوة زوير الذوادي على اللاعب بالقاسم المهذبي، هو أيمن النصري نبه على مساعد مدرب فريق الهلال على دكة البودلة، رد الفعل الأخير من جانب المساعد، والكرة مخالفة لفريق الهلال في مناطق الإفريقي، الكنترول ثم العودة من مهدي الودر، في خرج الكرة في التماس، تماس لفريق الهلال من الجهة اليسرى، ومحاولة العودة والتعديل في هذا الشوط الأول قبل 2:30 من النهاية، في تنفيذ التماس بولبيبا المخلوفي، الكرة مباشرة للحارس صفوان نور الدين الفرحاتي، الأنظار للاعب فريق الهلال هو المهاجم حسام المخينيني،
وسوت فيهم الحكم المساعد الثاني كان حتى الكرة ركنية، لكن قرار الأخير هو اللي حكم المباراة، قال أنه الكرة الأخيرة 6 أمتار. والاحتجاج كان من مهاجم الهلال يتحصل على انذار حسام المخينيني رقم 9. الكرة في دفاع الأفريقي ونادر الغندري لرامي البدوي، محاولة الأخيرة في هذا الشوط الأول قبل الوقت البديل إلى نادر الغندري، الانطلاقة من الجهة اليسرى موجود لاريال عزوني يرجع لنادر الغندري باش يطور الكرة، ممكن يخير يلعب أحمد خليل في وسط الميدان، خليل الإسكندر العبيد يعمل الكنترول ثم يحاول المرور، مراوغة أولى ثانية مسكندر العبيدي لمهدي الوذرفي، خطيرة الكرة على دفاع الهلال، الوذرفي لإسكندر العبيدي مقطوعة، مقطوعة في الوقت المناسب نجرب مدافع الهلال، ثم التوسيع كيما جات من إسكندر العبيدي دون عنوان، التوزيعة الأخيرة 6 أمتار لفريق هلال مساكن متأخر في النتيجة قبل أقل من دقيقة من نهاية الشوط الأول. الكرة في دفاع الهلال والستة أمتار لصفوان الهداجي حارس الهلال، مرفوع الكرة في وسط الميدان يطلع الوذرفي بالرأس، كرة توصل لإسكندر العبيدي يغطي على كرة إسكندر العبيدي، الضغط من مهاجم الهلال يطول الكرة على علي العمري أسبق منه المدافع الهجوم يرجع لفريق الهلال من الجهة اليسرى بالقاسم المهذبي ليوسف السعفي، السعفي في التوزيع تلمس الكرة في المدافع خطيرة، نادر الغندري بالرأس ثم أحمد خليل يلعب لحمدي العبيدي إبعاد الخطر من مهاجم الإفريقي، والوقت البديل 45 دقيقة انتهت وزوز دقائق كوقت بديل، كرة ليوسف السعفي في دفاع الهلال خطيرة خطيرة الكرة ثم الهفوة لزهير الذوادي حسب شارة الحكم أيمن النصري، وليرجع للمخالفة الأولى المرتكبة على رامي البدوي قبل ما توصل الكرة لزهير الذوادي. دخلنا في الدقيقة الأولى من الوقت البديل وتقدم دائما الإفريقي 1-0، هدف زهير الذوادي في 25 دقيقة أولى. كيفاش باش يكون رد فعل الهلال في الشوط الثاني؟ بعد الهدف المسجل بعض المحاولات المسجلة كانت من جانب الهلال ما شكلتش خطر كبير على الحارس نور الدين الفرحاتي. الكرة في دفاع الافريقي واحمد خليل لرامي البدوي باش يطول الكرة، ضايعة الكرة من رامي البدوي يصلح ادزم الطاوس لكن تضيع عليها الكرة والهجوم يرجع لفريق الهلال من الجهة اليمنى، العودة والمساندة الدفاعية لحمدي العبيدي ثم كرة مقطوعة من ادزم الطاوس يتحصل على المخالفة، ادزم الطاوس في دفاع الافريقي، نادر الغندري في التنفيذ ولاريال عزوني يطول على زوير الذوادي خطيرة على دفاع الهلال، شي يعمل زوير الذوادي يعمل المراوغة يحاول يدخل منطقة الجزاء يوزع الكرة خطيرة افريقي علي العامري، هدف ثاني هدف ثاني علي العامري يسجل الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت البديل، قلنا هجوم معاكس وعمل متميز من زهير الذوادي يبدا الهجمه قدامنا للصوره والاعاده يعمل مراوغه اولى ثانيه ثم يخلي الكره لاريال عزوني لعلي العمري يحط الكره في الشباك ويغالط الحارس صفوان الهدج، يصبح الافريقي متقدم 2-0، قلنا عمل كبير وقدمه علي العامري في مباراة الماضية عندما دخل كبديل اليوم يلقى روحه كأساسي، والشوط أول متميز لعلي العامري يختم بهدف جميل برشا يحط الكرة في الشباك ويغالط صفوان الهديشي، ثنائية نظيفة للأفريقي في هذا الشوط الأول، ثواني أكيد مش مشتبطة برشا صفيرة نهاية الشوط الأول من الحكم
أيمن النصري زوز دقائق وقت بديل انتهت. الكرة في دفاع الإفريقي، يدخل يوسف السعفي مع مهدي الوذرفي، الكرة من الجهة اليسرى بالكيس من هذبي في التوزيع ورفع للراية من المساعد الثاني عزيز الشيباني، هدف ثاني في وقت متميز للإفريقي قبل نهاية الشوط الأول. قلنا هدف بحث عليها الإفريقي بعد هدف زوير الذوادي، وفي هذه اللحظة بالضبط يعلن الحكم إشارة نهاية الشوط الأول. بيتقدم الإفريقي قدام هلال مساكن بثنائية نظيفة، هدف زوير الذوادي في 25 دقيقة، وعلي العمري في 45+2، عودة مع انطلاقة الشوط الثاني. بثنائية نظيفة زوير الذوادي في 25 دقيقة، وعلي العمري 45+2، أمضى على ثنائية الإفريقي وتقدم هذا الدور ثمن النهائي من مسابقة الكأس وانطلاقة الفترة الثانية دون تغييرات من جانب الفريقين. نعطيكم تشكيلة ونذكروا بتشكيلة الإفريقي في حراسة المرمى: نوردين الفرحاتي، رامي البدوي، اسكندر العبيدي، نادر الغندري، ادم الطاوس، احمد خليل، لاريا العزوني، مهدي الوذرفي، زهير الذوادي قائد فريق، علي العمري، وحمدي العبيدي. تشكيلة الفريق الضيف الهلال في المباراة: صفوان الهداجي في المرمى، إيهاب عبيد، بولباب المخلوفي، أسامة الزرقا، سليم القاسمي، سامح العشي، عماد البعيلي، بلقاسم المهذبي، حسام المخينيني، يوسف السعفي، سيف قطيب. طاقم تحكيم المباراة: وأيمن النصري بمساعدة شهاب الطرابلسي، عزيز الشيباني، وحكم رابع هو وليد الهذلي. كرة في دفاع الإفريقي، رامي البدوي، تطويل الكرة للاريا العزوني، ثم علي العمري، طويل الكرة ما خلطش عليها لاريا العزوني، والتماس يرجع لفريق الهلال من الجهة اليسرى. سليم القاسمي في التنفيذ، يطول الكرة لسيف قطيب، وتدخل الدفاعي واسكندر العبيدي، والكرة في التماس مرة أخرى في مناطق فريق الهلال. التماس المنفذ طويل موجود أحمد خليل، ثم مهدي الوذر في الهجوم المعاكس، وعلي العمري الانطلاقة من الجهة اليمنى، علي العمري في التوزيع، وحمدي العبيدي، والكرة في الأخير الركنية حسب شارة المساعد الثاني. تدخل الدفاع قبل حمدي العبيدي، قدامنا الصورة والإعادة، الانطلاقة من علي العمري، التوزيع والمدافع أسبق من حمدي العبيدي، يخرج الكرة في الركنية، هي الأولى للإفريقي في هذا الشوط الثاني. على يسار الحارس صفوان الهداجي في التنفيذ، زوير الذوادي بالراس، نادر الغندري، ثم مهدي الوذرفي، وهدف ثالث، هدف ثالث للنادي الإفريقي، الإمضاء لمهدي الوذرفي، الهدف الثاني لمهدي الوذرفي بعد هدف المباراة الماضية قدام فريق المكارم. كرة راجعة قدام مهدي الوذرفي، ويحط الكرة في الجهة المقابلة، تضرب على القائمة وتدخل. هنا الكرة، الصورة في مرة أولى، نادر الغندري يرجع الحارس الهداجي، ثم مهدي الوذرفي في الجهة المقابلة يحط الكرة في الزاوية بعيدة برشا على الحارس صفوان الهداجي، والهدف الثالث للإفريقي في 3 دقائق لعب في الشوط الثاني. ثلاثية للإفريقي، الإمضاء لمهدي الوذرفي الهدف الثالث. كرة ترجع لفريق الهلال، هدف في وقت ممتاز للإفريقي وصعب لفريق الهلال من أجل عودة. الكرة في وسط الميدان، الانطلاقة من الجهة اليمنى لإيهاب عبيد، قدام لاريا العزوني،
عبيد يوصل الكرة لسامح العشي في وسط الميدان، محاولة المرور موجود، دفاع الافريقي، رمي البدوي في بعد الخطر، الكرة لمهدي الوذرفي والهفوة المرتكبة حسب الحكم ايمن النصري من لاعب الافريقي في الكرة الأخيرة في وسط الميدان، تتنفذ المخالفة، يوسف السعفي، الضغط من لاريا العزوني، كرة توصل لسامح العشي موجود في التغطية، يهدم الطاوس، الهجوم المعاكس للإفريقي، مقطوع الكرة والهجوم يرجع لفريق الهلال من الجهة اليمنى، طويلة الكرة على بلقاسم المهذبي وموجود نادر الخندري، خرج الكرة في التماس لفريق الهلال في مناطق الافريقي، الهلال في محاولة تذليل النتيجة، تماس من الجهة اليمنى باش يكون طويل من اللاعب القاسم المهذبي في مناطق جزاء الافريقي، المهذبي يطول الكرة، موجود ادم الطاوس، العشي في مرة ثانية من جانب الهلال يحافظ على كورتو، العشي وعلي العامري، العودة للقيام بالأدوار الدفاعية، تبقى الكرة لفريق الهلال خطيرة من الجهة اليمنى قبل ما تخرج، يخلط عليها وهجم الهلال، قدامه نادر الغندري وعلي العامري ويرتكب الهفوة والمخالفة، مهاجم الافريقي وسحب الهدف الثاني للافريقي في المباراة، مخالفة في التنفيذ، يوسف السعفي، السعفي في تنفيذ المخالفة خطيرة على دفاع الافريقي، في انتظار ياخذ شارة التنفيذ، يوسف السعفي قائد فريق الهلال، مرفوع الكرة، مواجهة مباشرة عند الحارس نور الدين الفرحاتي، يرجع الكرة للعب حارس الافريقي، الافريقي اللي ما تأثرش بالغيابات في المقابل، اكيد شهدت التشكيلة التعزيزات خاصة بعودة نادر الغندري وعلي العمري الغايب منذ مباريات طويلة على الافريقي، يلقى الفورمة متاعه، كرة لمهدي الوذرفي، الهجوم المعاكس الافريقي، زوير الثوادي، طويلة كانت علي علي العمري، وتدخل الدفاع في الوقت المناسب قبل ما توصل الكرة لعلي العمري، تماس المنفذ يهدم الطاوس لاحمد خليل، مباشرة لنادر الغندري في محور دفاع الافريقي لرامي البدوي، الانطلاقه المره هذه من الجهه اليمنى، وحمدي العبيد يعمل مراوغه اولى، حمدي يسقط والمخالف يتحصل على المخالفه، اعلن عليها الحكم ايمن النصري، تتنفذ المخالفه، الوذرفي لاحمد خليل، مرفوع على الكوره لعلي العمري، ورفع الرايه، رفع الرايه من الحكم المساعد الثاني عزيز الشيباني قبل ما توصل الكوره لعلي العمري، متسلل حسب المساعد الثاني، قدامنا الصورة والإعادة، موجود في موقع تسلل علي العمري، هنا مقطوع على كرة خطيرة على دفاع الهلال، الانطلاقة مهدي الوذرفي، ايش يعمل الوذرفي في التصويب، تدخل الدفاعي، خير الحل الفردي الوذرفي، والدفاع موجود تصدي لكرة مهدي الوذرفي، كانت خطأ في دفاع الهلال، والافريقي ما عرفش يتعامل مع الهجمة الأخيرة، الهجوم يرجع للافريقي، أحمد خليل يسقط، الحكم يأتي بقية اللعب ويرجع للمخالفة، أيمن النصري والمخالفة لأحمد خليل في وسط الميدان، 9 دقائق لعب في الشوط الثاني من المباراة، وتقدم للافريقي بثلاثية نظيفة، كرة ليد زمال الطاوس خطيرة على دفاع الهلال، زوير الذويدي يرجع ليد زمال الطاوس في التوزيع، دون عنوان ما خلتش عليها اسكندر العبيدي،
والتماس يرجع لفريق الهلال في مناطقه. مقطوع الكرة من علي العمري، التسرع في التنفيذ وعلي العمري متفطن يتحصل على التماس، تماس للإفريقي في التنفيذ. اسكندر العبيدي لرامي البدوي ثم ندر الغندري، ثنائي المحور في مباراة اليوم، الغندري والبدوي. زوير الذوادي الافريقي متحكم في سير المباراة. احمد خليل لاريال عزوني، مخطا الكرة والهجوم المعاكس لفريق الهلال، الانطلاقة من الجهة اليمنى. بالقاسم المهذبي يطلب الكرة السعفي، بالقاسم المهذبي وصل الكرة ليوسف السعفي قائد فريق الهلال لإيهاب عبيد. خطيرة الكرة في دفاع الافريقي في مناطق الجزاء، تدخل الدفاع في مرة أولى ثم حمدي العبيدي والهجوم المعاكس. ضعت الكرة على حمدي العبيدي والهجوم لفريق الهلال، متفطن أحمد خليل ينقذ الكرة الأخيرة. أحمد خليل مرة أخرى ثم التغطية موجودة وحاضرة، ترجع وتبقى للافريقي. اسكندر العبيدي بالراس، الكرة الأخيرة من بولباب المخلوفي، خطيرة الكرة على دفاع الأفريقي، يدخل منطقة الجزاء، يعمل المراوغة، تتألق الحارس ثم التدخل مرة ثانية وضربة جزاء، ضربة جزاء لفريق الهلال. التصويبة في مرة ثانية والإقصاء، الورقة الحمراء لأدم الطوس. بالفعل الورقة الحمراء، كرة كانت في طريقها للشباك، و ننتظر ولا الصورة والإعادة. هذه كانت التوزيعة في مرة أولى، الفرحاتي في مرة ثانية ثم التصويبة في مرة ثانية. تلمس كرة كانت في طريقها للشباك، قدرها الحكم لمسة يد وضربة جزاء والإقصاء. الأفريقي اللي باش يكمل المباراة منقوص عدديا، خروج إدم الطاوس بعد الورقة الحمراء في انتظار التنفيذ. ضربة جزاء لفريق الهلال يتحصل عليها بالقاسم المهذبي بعد التصويبة الأخيرة، وهو اللي باش ينفذها بنفسه بالقاسم المهذبي في انتظار ياخذ شارة التنفيذ من أمام نور الدين الفرحاتي. بالقاسم المهذبي من جهة ونور الدين الفرحاتي من جهة أخرى، يعتذر لاعب الإفريقي إدم الطاوس من جماهير الإفريقي. الإفريقي اللي باش يكمل المباراة منقوص عدديا، وتبادل التحية من جماهير الإفريقي. وفي التنفيذ بالقاسم المهذبي على الكرة ياخذ شارة التنفيذ، المهذبي يتصدى الحارس نور الدين الفرحاتي. ممتاز الحارس الفرحاتي، يفسخ الهدف لفريق الهلال. التصدي لضربة الجزاء قدامنا الصورة والإعادة. تبع الكرة الفرحاتي الجهة اليمنى وبالرجل ينقذ الكرة ويخلي النتيجة. تقدم الأفريقي بثلاثية نظيفة، والتغيير بعد لحظات. غازي عبد الرزاق هو التغيير الأول في تشكيلة الأفريقي، أكيد بعد خروج إدم الطاوس للأقصى. والأفريقي اللي مش يكمل المباراة منقوص عدديا. سعيد السيبي مش يدفع بغازي عبد الرزاق للرزاق، لكن قبل ذلك كرة خطيرة في دفاع الافريقي، والهلال اصبح ضاغط على الافريقي في مناطقه. الهجوم المعاكس، خطيرة الكرة لحمدي العبيدي، يطور على زوير الذوادي لعلي العمري، وجه لوجه علي العمري، رفع الكرة وتألق الحارس. يتألق الحارس صفوان الهداجي، ذكية الكرة كانت من زوير الذوادي مرفوعة لعلي العمري،
اللي بلمسه واحده يرفع الكره بالحارس صفوان الهديجي ومتفطر قدم من الصوره والاعاده زهير من لمسه واحده وقع على عمري كيف كيف من كره واحده يرفع الكره بالحارس وتالق صفوان الهديجي. التغيير زهير الذوادي يخرج وياخذ مكانه غازي عبد الرزاق. اولى التغييرات خروج زهير الذوادي ودخول غازي عبد الرزاق بعد الاقصاء ليد الطاوس الذي الافريقي اللي كمل المباراه منقوص عدديا تقريبا 30 دقيقه اخرى باش يكمل فيها الافريقي المباراه منقوص. والحارس صفوان الهديجي يتعرض للاصابه بعد التدخل الاخير محاولة تعليق العمري كاد يكون هدف رابع للافريقي في المباراة. يتمن به اكثر على النتيجة في ظل باش يكون منقوص عدديا. قدامنا صورة ضربة الجزاء وتألق الحارس نور الدين الفرحاتي يمشي للزاوية اللي سدد فيها اللاعب بالقاسم المهذبي يخلي النتيجة على حالها ثلاثية نظيفة للافريقي قدام الهلال. يقوم لاباس صفوان الهديجي باش يواصل المباراة. حارس فريق الهلال قبل الثلاثية لكن في المقابل تصدى لأكثر من محاولة لخط هجوم الافريقي في المباراة. قيادة الحصيلة تكون أكثر لولا تألق صفوان الهديجي. الكرة للافريقي واسكندر العبيدي والتماس لفريق الهلال. تماس لهلال المساكن من الجهة اليسرى واسكندر العبيدي خطيرة الكرة علي العمري الانفراد مرة أخرى علي العمري في التوزيع حمدي العبيدي وتدخل الدفاع تدخل الدفاع والكرة في الركنية ركنيه للنادي الافريقي. هيجان الهجوم الافريقي يتواصل قدامنا الصوره علي العمري خير يلعب الكره مع علي او حمدي العبيدي لكن المدافع اسبق ينقذ الموقف والكره في الركنيه هي الثانيه للافريقي في هذا الشوط الثاني. العزوني في التنفيذ كره عاليه بالراس التدخل الدفاعي ثم علي العمري والتدخل الدفاعي موجود في مره ثانيه. الهجوم المعاكس لفريق الهلال 3-3 العوده الدفاعيه للافريقي يوسف السعفي خطيره للكوره احمد خليل في التغطيه ممتاز في اللقطه الاخيره يخرج الكوره في التماس تماس لفريق الهلال يتنفذ بسرعه يحاول الهلال يستغل النقص العددي في تشكيلة الافريقي في هذا الشوط الثاني. مرفوعة الكرة خرجت الكرة الأخيرة وستة أمتار لفريق النادي الافريقي. الحارس نور الدين الفرحاتي 17 دقيقة في الشوط الثاني من المباراة. الافريقي يتقدم بثلاثية نظيفة من أمام هلال مساكن وليلعب باش يكمل المباراة منقوص عدديا بعد إقصاء إدم الطاوس تسبب في ركلة الجزاء اللي تألق في تصدي لها الحارس نور الدين الفرحاتي. الكورة الأفريقي غازي عبد الرزاق لحمدي العبيدي اضطر سعيد السيبي لإخراج الجناح زوير الذوادي عمل مباراة محترمة سجل الهدف الأول في المباراة وأكيد دفع بغازي عبد الرزاق في الرواق الأيسر مكان إدم الطاوس المقصى منذ دقيقة 11 في الشوط الثاني. الكرة في دفاع الإفريقي اسكندر العبيدي يطول الكرة الحمدي العبيدي محاولة المرور اسكندر العبيدي يسقط والمخالفة المخالفة للافريقي وموصلة
الضغط الهجومي، زوز تغييرات لفريق الهلال، دفعة واحدة عزيز بوقديدة وحمزة قويدر بعد لحظات سيأخذ مكانهم في تشكيلة المدرب محمد البريري. انتظار قبل تنفيذ المخالفة باش يكون التغيير. التغيير الأول هو عزيز بوقديدة، مكان سيف قطيب. هذا التغيير الأول لفريق الهلال، والتغيير الثاني حمزة قويدر باش ياخذ مكان. فانتظار من؟ عزيز بوقديدة كان دخل، ثم قويدر باش ياخذ مكان بولبابا المخلوفي. زوز تغييرات لفريق الهلال من اجل العوده. خطيره الكوره وتالق الحارس، تالق الحارس في المخالفه الاخيره. صفوان الهداجي ياخذ الكره من امام مهاجمي الافريقي. الهجوم لفريق الهلال، كره من الجهه اليمنى بالقاسم المهذبي في ظهر لاعبي الافريقي. حسام المخينيني موجود، نادر الغندري في التغطيه، ثم غازي عبد الرزاق يخلي الكره لنادر الغندري. وبكل روح رياضيه رامي البدوي خرج الكره في التماس بعد سقوط ملاعب من جانب فريق الهلال في اللقطه الاخيره. 21 دقيقه في الشوط الثاني، التقدم بثلاثيه نظيفه للنادي الافريقي من امام هلال مساكن في المباراه. ان شاء الله سلامات للاعب فريق الهلال يسقط بعد الكره الاخيره وتدخل الاسعافات مش يخرج، يواصل تلقي الاسعافات خارج ارضيه الميدان. ان شاء الله السلامات على ما اظن هو رقم 9 بالفعل، هو المهاجم حسام المخينيني صانع، تاهل الفريق في الدور الماضي والدور ال 16 كنزاح مستقبل الرجيش اللي كان غادر منذ ايام الرابطه الاولى. ذكروا اكيد فريق الهلال كان زاح في الدور الاول القلعه الرياضيه هدف دون مقابل، وفي الدور الثاني المذيلة بركلات الترجيح 5-4 بعد 0-0 في المباراه. وفي الدور ال 16 كما قلنا زاح مستقبل الرجيش بهدف حسام المخينيني اللي يرجع يواصل المباراه في المقابل الافريقي في الدور الماضي. ثلاثية نظيفة من أمام كرم المهدية، نفس النتيجة إلى حد الآن. الأفريقي متقدم قدام الهلال، الكرة في وسط الميدان العزوني لأحمد خليل موجود، الهجوم المعاكس لفريق الهلال في التغطية. نادر الغندري لرمي البدوي يرجع الكرة للحارس نور الدين الفرحاتي، طول الكرة على حمدي العبيدي لكن اسبق الظهير الايسر لفريق الهلال. كره من جديد لرامي البدوي ثم حمدي العبيدي، التغطيه من لاريا العزوني وتحصل على المخالفه متوسطه ميدان الافريقي. مخالفه للافريقي في انتظار ممكن نشوفوا تغييرات هنا. الانذار جديد للاعب فريق الهلال بعد الاحتجاج عماد البعيلي، سحب الانذار للاحتجاج بعد المخالفه الاخيره للنادي الافريقي. ورامي البدوي في التنفيذ، الكره لنادر الغندري، الغندري يدخل مناطق فريق الهلال يسقط مهاجم الافريقي علي العمري، والمخالفه موجوده بعد تدخل اللاعب إيهاب عبيد. مخالفة في دفاع الهلال في التنفيذ، غازي عبد الرزاق ووسام بن يحيى بعد قليل باش ياخذ مكانه.
التغيير الثاني في تشكيلة الإفريقي، وغازي عبد الرزاق في تنفيذ المخالفة، مرفوع الكرة وتدخل الدفاع في مرة أولى، ثم الهجوم المعاكس لفريق الهلال، العودة الدفاعية، أحمد خليل خطير الكرة، حسام المخينيني من الجهة اليمنى، التوزيع وتأخذ الكرة الحارس، يأخذ الكرة الحارس نعيم ونور الدين الفرحاتي، يأخذ الكرة من أمام مهاجم فريق الهلال حمدي العبيدي، يحاول المرور يسقط الحكم، يأتي أسبقية اللعب المخالفة للإفريقي، الكرة في وسط الميدان، مهدي الوذرفي، الوذرفي لنادر الغندري، تغيير من جانب الإفريقي وآخر من جانب الهلال، غازي عبد الرزاق يرجع الكرة لنور الدين الفرحاتي، ثم أحمد خليل، الكرة في دفاع الهلال ولمس الكرة باليد والإنذار لمدافع الهلال، فانتظار قرار الحكم يكتفي بالمخالفة، يتوجه للاعب الهلال ويكتفي بالخطأ تقريب 20 متر 19 متر على مرمى الحارس، خطيرة الكرة الأخيرة، مخالفة للنادي الإفريقي في انتظار التنفيذ، مازال التغيير، ووسام بن يحيى من جانب الإفريقي، وحمزة زعق من جانب فريق الهلال، مخالفة قدام الكرة، حمدي العبيدي في التنفيذ في انتظار ياخذ الشارة جانب الحكم ايمن النصري، حمدي العبيدي يتألق الحارس، يتألق صفوان الهداجي، كلاكيت يبعد الخطر وينقذ الهلال من هدف رابع، كرة في وسط الميدان للافريقي، اسكندر العبيدي يعمل مرابغة يسقط، ما فماش المخالفة والكرة ترجع لفريق الهلال، والتغيير وسام بن يحيى باش ياخذ مكان على ما يبدو لي لاري العزوني، بالفعل هو العزوني، انتظروا العزوني يخرج وياخذ مكانه وسام بن يحيى اللي كان يلعب كأساسي في مباراة الماضية قدام المكارم، تغيير ثاني للإفريقي بعد غازي عبد الرزاق وسام بن يحيى، وهنا التغيير لفريق الهلال، التغيير الثالث مع دخول ريان تريعة مكان عماد البعيلي، عماد البعيلي يخرج يخلي مكانه لريان تريعة، ثم التغيير الرابع ودخول حمزة زعق باش ياخذ مكان حسام المخينيني، أربعة تغييرات لفريق الهلال، يخرج المهاجم حسام المخينيني في 28 دقيقة في الشوط الثاني من المباراة، التقدم بثلاثية نظيفة لفريق النادي الافريقي امام الهلال، يتنفذ التماس من الجهه اليسرى لفريق الهلال، الكره خطيره على دفاع الافريقي، محاوله تسجيل هدف اول من جانب فريق الهلال، استغلال النقص العددي للنادي الافريقي، نذكروا بعد اقصى ادم الطاوس في 11 دقيقه الشوط الثاني، يعني منذ تقريبا اكثر من 17 دقيقة الافريقي منقوص عدديا، وباش يكمل المباراة كذلك من المخالفة، إعادة التنفيذ من احمد خليل، الافريقي يلعب براحة كبيرة
بعد تسجيل هدفها الثالث. ممتازة المراوغة من أحمد خليل ويسام بن يحيى. الانطلاقة الأفريقية أفضل في هذا الشوط الثاني. الكرة لإسكندر العبيدي مرفوعة لحمدي العبيدي والتدخل الدفاعي موجود. تحسرح المهاجم حمدي العبيدي بعد الكرة الأخيرة ويتبع كورته العبيدي وفي الأخير التماس يرجع لفريق الهلال. التماس يتنفذ بسرعة. كرة في دفاع فريق الهلال مقطوع على كرة علي العمري محاولة المباغتة التصويبة من خارج منطقة الجزاء. الكرة بعيدة على الحارس صفوان الهداجي والبحث عن هدف الشخص الثاني لعلي العمري. الشاهية مفتوحة لمهاجم الأفريقي والعودة من بعيد. عودة كانت من الباب الكبير في مباراة الجولة الماضية وأثبت ذلك وأكد ذلك في مباراة اليوم من خلال تسجيل الهدف الثاني مع نهاية الفترة الأولى. الكرة للأفريقي مهدي الوذرفي لوسام بن يحيى مقطوع على الكرة. الهجوم على معاكس خطير. الكرة لحمدي العبيدي ما فماش التسلل. حمدي العبيدي يحاول المرور والكرة يتحسر على المخالفة. المخالفة والإنذار حسب الحكم أيمن النصري خير الحل الفردي حمدي العبيدي وفي الأخير يتحصل على المخالفة والإنذار لمدافع الهلال. كرة للنادي الأفريقي وسام بن يحيى في التنفيذ المخالفة. حيرة بنك بودلاء فريق الإطار الفني لفريق الهلال. الكرة بالرأس من حمدي العبيدي بعيدة على الحارس صفوان الهداشي. يتنفذ الستة أمتار. كرة لهيب عبيد الانطلاقة من الجهة اليمنى. هيب عبيد يطول الكرة على البديل عزيز بقديدة والتدخل الدفاعي موجود وحاضر من جانب اللاعبي الافريقي. الكرة تبقى لفريق الهلال محاولة تسجيل هدف. 15 دقيقة متبقية وقل على نهاية المباراة. ثلاثية نظيفة للافريقي قدام الهلال الرياضي بامساك نور الدين الفرحاتي. يلعب الكرة مع غازي عبد الرزاق يطلب وسام بن يحيى تصل والكرة الأخيرة وسام بن يحيى يزرسه. كرة لعلي العمري خطيرة. كرة علي العمري يدخل منطقة الجزاء. تألق الحارس تألق صفوان الهداجي. التصويبة الأخيرة من علي العمري. قلنا علي العمري يبحث عن هدف الشخص الثاني والرابع للأفريقي في المباراة للاطمئنان أكثر على ورقة العبور للدور ربع النهائي. كرة لحمدي العبيدي يطلب حمدي واسكندر العبيدي خطيرة الكرة. المساحات موجودة. اسكندر العبيدي التصويبة ضاعت الكرة. التصويبة كانت توزيعة في شكل تصويبة من اسكندر العبيدي. عدم استغلال الوضعية المناسبة لظهير الأفريقي. يطلب في الكرة أحمد خليل لكن خير التصويب اسكندر العبيدي. ضاعت الفرصة على خط هجوم الافريقي مرة أخرى. صفوان الهداجي حارس فريق الهلال على ما يبدو لي مش باش يكمل المباراة فانتظار قرار الإطار الطبي لفريق وللإطار الفني كيف لفريق الهلال. هنا الإطار الطبي يدخل لأرضية الميدان. ممكن نشوفوا حالة الصحية للحارس صفوان الهداجي معها الحكم أيمن النصري في انتظار قرار هل يتم تغيير الحارس. في المقابل زوز تغييرات للأفريقي دفعة واحدة أو ثلاثة تغييرات. حمزة العقربي محمد علي العمري والعجيمي اللاعب الشاب للمرة الثانية موجود في قائمة الأفريقي لاعب النخبة محمد أمين العجيمي.
هنا التغيير، اسكندر العبيدي باش يخرج، هو حمزه العقربي على ما يبدو اكيد مركز بمركز في الجهه المقابله مش في كامل المباراه. صفوان الهديجي بعد قليل قلنا التغيير باش يصير، هنا اسكندر العبيدي وحمزه العقربي، التغيير الثالث للمدرب سعيد الاسيبي، لكن قبل ذلك باش يصير التغيير الاخر محمد علي العمري، يخرج علي العمري تحت تصفيقات كبيره ودخول محمد امين العجيم، هذا التغيير الثالث، العجيمي ياخذ مكان علي العمري، ثم حارس فريق الهلال صفوان الهديش يخرج ياخذ مكانه عبد الحق بدوي، كيف كيف حمزه العقربي ياخذ مكان اسكندر العبيدي، ومهدي الوذرفي يخرج وياخذ مكانه محمد علي العمري. الافريقي والهلال يستوفون التغييرات القانونيه اللازمه، خمسه تغييرات لكل فريق. الافريقي مع دخول العجيمي غازي عبد الرزاق، محمد علي العمري، وسام بن يحيى، وحمزه العقربي. وفي الجهه المقابله التغيير في هذه الاثناء خروج الحارس صفوان الهديجي، قدم مباراة محترمة رغم قبوله للثلاثية، لكن تصدى لأكثر من كورة وأكثر من فرصة للأفريقي، فسخ أكثر من هدف محقق خاصة من أمام علي العمري. الكورة في دفاع فريق الهلال، مرفوعة الكورة، نادر الغندي بالراس، ثم احمد خليل، مقطوعه وسام بن يحيى يرتكب الهفوه، تسعة دقائق تفصلنا عن نهايه المباراه. الكره لفريق الهلال والمحاولات متواصله لتسجيل هدف، كره عند الحارس نور الدين الفرحاتي يرجع لحمزه العقربي، حمزه العقربي لمحمد علي العمري، يحاول يدخل منطقة الجزاء في التوزيع، هدف رابع لحمدي العبيدي، بحث عليه حمدي العبيدي الهدف، ويجي في الدقيقة 36 من الشوط الثاني، يتوجه لجماهير الافريقي والفرحة كالعادة مع الأحباء وحمدي العبيدي. ممتاز في التمرير، الكوتشين كان محمد علي العمري في التوزيع، وفي الفينيش حمدي العبيدي يحط الكرة في الشباك ويغالط الحارس البديل عبد الحق البدوي. 4-0 الافريقي، نتيجة ثقيلة على فريق الهلال، ابحث الهلال عن هدف لكن يجي في الجهة المقابلة مساحات موجودة في دفاع فريق الهلال، والمرة هذه حمدي العبيدي غالط الحارس البديل عبد الحق البدوي، يعطي الهدف الرابع للإفريقي في المباراة. الكرة في دفاع الهلال، كرة قصيرة مع المدافع سام الزرقا، يبدل كليا للجهة اليسرى، يرجع لوسط الميدان، محاولة إيجاد الثغرة في دفاع الإفريقي، التوزيع، التدخل بالرأس والركنية لفريق الهلال مع نهاية المباراة، 7 دقائق قبل النهاية، ورباعية نظيفة للإفريقي من أمام الهلال الرياضي بمساكن في تنفيذ الركنية من الجهة اليمنى، على اليمين الحارس نور الدين الفرحاتي بالراس، وفي الأخير الكرة تخرج 6 أمتار لفريق النادي الأفريقي، 6 أمتار للنادي الأفريقي. في التنفيذ نور الدين الفرحاتي، كرة لنادر الغندري، الغندري
لغازي عبد الرزاق، ثم محمد امين العجيمي طول الكره على محمد علي العمري، خطيره على دفاع فريق الهلال. العوده الدفاعيه والهفوه المرتكبه من محمد علي العمري، الحكم المساعد الثاني يرفع الرايه، والهفوه موجوده من مهاجم الافريقي البديل. الحكم يقول المخالفه تتنفذ من مكانها. كرة لإيهاب عبيد يطول على اللاعب بلقاسم المهذبي، والكرة ترجع بمخالفة في دفاع الإفريقي. غازي عبد الرزاق ما تأثرش الإفريقي بالإقصاء، أضاف هدف رابع. الكرة للإفريقي ونادر الخندري لرمي البدوي، الانطلاقة يطلب حمزة العقربي، يخير يلعب مع محمد علي العمري، يسقط. المخالفة موجودة، التدخل من دفاع فريق هلال مساكن، مخالفة في وسط الميدان للنادي الافريقي. نفذ بسرعة لمحمد امين العجيمي، واضحة الفوارق في مباراة اليوم بين الافريقي وفريق الهلال الرياضي بمساكن، اللي عنده مدة يعيش في أزمة نتائج. كما قلنا منذ البداية خمسة مباريات دون تحقيق انتصار في سباق البطولة، رغم أنه تأهل في زوز ثلاثة أدوار سابقة من مسابقة الكأس، بعد ما كان نزاح فريق من الرابطة الأولى هو مستقبل الرجيش. اليوم مرة أخرى في مواجهة كبيرة قدام الأفريقي، مباراة كانت صعبة لكن نعرفوا مباراة كأس ما تخضعش لأحكام مسابقة، لكن الأفريقي بسط الهيمنة منذ البداية. ولهناك كرة خطيرة لفريق الهلال في منطقة الجزاء، السعفي في التصويب والتدخل نادر الغندري، نادر الغندري ينقذ الموقف، والكرة تبقى لفريق الهلال. الضغط على دفاع الافريقي، البحث متواصل عن هدف المباراة، 4 دقائق قبل النهاية. كرة خطيرة على دفاع الافريقي، العودة ومحمد امين العجيمي، تكتل دفاعي للافريقي في مناطقه، طويلة الكرة، تدخل موجود من محمد علي العمري، والتماس يرجع لفريق الهلال في منطقة الافريقي، يتنفذ التماس. والكرة خطيرة في دفاع الافريقي، غازي عبد الرزاق يسقط، والكرة تبقى لفريق الهلال. والستة امتار، ستة أمتار للنادي الإفريقي. نور الدين الفرحاتي يرجع الكرة قبل 3 دقائق من نهاية المباراة، رباعية نظيفة للإفريقي أمام الهلال الرياضي بمساكن، والتأهل للدور ربع النهائي في انتظار من سيواجه إلى حد الآن منزل بورقيبة، والملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة المتقدم على حساب البعث الرياضي بوحشلة بهدف دون مقابل قبل 7 دقائق من نهاية المباراة. أكيد في انتظار النتيجة النهائية لمباراة هذه والمنافسة القادم للإفريقي، إما البعث الرياضي بوحشلة أو المنزل الرياضي بنزل او الملعب الرياضي لمنزل بورقيبه. هنا الكره في دفاع الهلال، كرات الاخيره من اجل تسجيل هدف المباراه، يوسف السعفي للجهه اليمنى يغطي على كورتو، غازي عبد الرزاق من امام بلقاسم المهذبي يسقط، فمش المخالفه حسب اشاره الحكم ايمن النصري. 6 أمتار للإفريقي بانتظار كم سيضيف الحكم كوقت بديل في المباراة. الكرة لغازي عبد الرزاق،
حمدي العبيدي، حمدي العبيدي يسقط، فماش المخالفة، كي نطلب في الكرة أحمد خليل، وفي الأخير الكرة الهجوم المعكس لفريق الهلال، مقطوعة من حمزة العقربي، ضعت عليها الكرة، ترجع لفريق الهلال، خطيرة على دفاع الإفريقي، يحاول المرور، خطيرة الكرة في منطقة الجزاء، التصويب والكرة في الأخير 6 أمتار. 6 أمتار حسب شارة الحكم، لخبطة كانت في دفاع الإفريقي. وفي الأخير قدامنا الإعادة، سقوط لاعب الإفريقي ثم مرة أخرى لعب من جانب الهلال، وفي الأخير التصويبة كانت بعيدة على مرمى الحارس نور الدين الفرحاتي. دقيقة أقل نهاية المباراة، فانتظار الوقت البديل، الكرة والهجوم لفريق الإفريقي مقطوعة، سامح العشي في دفاع فريق الهلال، انطلق في دائرة خط وسط الميدان العشي، البحث عن الموسندة، يلقاها مع يوسف العشي، خطيرة كرة في دفاع الإفريقي، التصويب وسام بن يحيى تصطدم بها الكرة، ثم حمزة وحمدي العبيدي ويتحصل على المخالفة، لمس اليد حسب شارة الحكم أيمن النصري، حمدي العبيدي لأحمد خليل، توصل لغازي عبد الرزاق، خطيرة الكرة، عبد الرزاق يحاول يدخل منطقة الجزاء، وتدخل الدفاعي حاضر، والوقت البديل باش يكون 4 دقائق وباش نعيشهم بعد 90 دقيقة انتهت في المباراة. خطيرة الكرة، رفع الراية من المساعد الأول على مهاجم البديل لفريق الهلال، في التنفيذ الحارس نور الدين الفرحاتي، حارس الإفريقي يتألق في التصدي لركلة جزاء، التنفيذها كان اللاعب بلقاسم المهذبي، مع ذلك ما وصلتوش برشا كرات حارس الإفريقي نور الدين الفرحاتي. الكرة لحمزة العقربي مقطوعة، الهجوم يرجع لفريق الهلال قبل ما تخرج الكرة، يحاول يدخل منطقة الجزاء، كرة توصل للعشي في محور دفاع الإفريقي، سامح العشي للاعب البديل، التوزيع، كرة تضرب في نادر الغندري والركنية، كرات الأخيرة في المباراة، ركنية لفريق الهلال، وفرحة الجماهير الأفريقي في المدرجات، كرة لفريق الهلال الركنية المنفذة، توزيع الكرة في وسط محور دفاع الأفريقي، يطلع ويأخذ الكرة نور الدين الفرحاتي، طول على أحمد خليل يسقط، الحكم يعطي أسبقية اللعب، يصبح يقلب هجوم أحمد خليل، فالخط الأمامي هنا الكرة والهجوم لفريق الهلال، الكرات الأخيرة في المباراة، محاولة تسجيل هدف من جانب فريق الهلال في وسط المحور دفاع الإفريقي، سامح العشي يرفع الكرة لبلقاسم المهذبي، التصويب، الكرة تضرب في حمدي العبيدي، العجيمي كما جات، الكرة تبقى لفريق الهلال للبديل ريان طيعة، العشي كرة تقصيرة بلاعبي فريق الهلال، البحث عن الثغرة وتسجيل هدف في آخر ردهات المباراة، ثواني قبل صفيرة النهاية من الحكم أيمن النصري، كرة من الجهة اليمنى قبل ما تخرج، سامح العشي، الكرة لطريعة، محاولة التوزيع في منطقة الجزاء، خطيرة على دفاع الأفريقي، الهجوم المعاكس، ويقطع الكرة حمدي العبيدي، يتحصل على المخالفة، تحصل على المخالفة مهاجم الإفريقي لثواني تعطى، والحكم أيمن النصري صفر نهاية المباراة،
باحت بكل أسرارها وتأهل النادي الأفريقي للدور ربع النهائي. الكرة عالية في دفاع الهلال بالرأس حمدي العبيدي، الكرة قبل ما تخرج يخلط عليها إيهاب عبيد. تقريبا الهجمة الأخيرة في المباراة، بالفعل الصفرة النهائية لأيمن النصري. تأهل النادي الأفريقي للدور ربع النهائي من مسابقة الكأس. أربعة بلاش سجل زوير الذوادي الهدف الأول في 25 دقيقة. علي العمري 45 دقيقة زايدة.